وصحبه أجمعين. آخر حكمة في هذا الباب اللي هو الباب الثامن من الحكم الذي تكلم في آداب الواردات الإلهية، وأنها إذا جاءت على الإنسان أن يستثمرها وألا يستعجل ثوابها، ويعلم أن الله ادخر ثوابها في الآخرة، لأن الدنيا دار ثانية. ولما علم أن الدنيا دارا ثانية ادخر أجر وارداته في الآخرة الباقية، لأنه أجل قدر عباده الصالحين، فلم يرد أن يعطيهم أجرهم في هذه الدنيا الفانية. وآخر أدب من هذه الآداب التي يجب على المريد أن يتحلى بها وعلى العارف أن يتمثل بها ويتشرف بها وعلى الواصل أن يتحقق بها، هي متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. متى رزقك الطاعة، أي في الظاهر، أي أقام ظاهرك وحسك على الشريعة، هذا معنى الطاعة. والغنى به عنها هذا حال الباطن، وجعل باطنك مع الحقيقة، حيث أنك تعلم أن ما أقامك فيه هو الذي أقامك فيه، ولم تقم أنت نفسك فيه، فلم تنشغل بالطاعة عن الذي تطيعه، ولم تنشغل بنفسك عنه، ولا بما من به عليك عنه، ولا بعلمك عن المعلوم، ولا بخصوصيتك عن المخصوص سبحانه. يبقى يجب أن يكون قلبك في حال انشغال ظاهرك بالطاعة أن يكون مستغن بالله عن الطاعة نفسها، فلا ينظر للطاعة أنها صدرت منه، يعني من العابد، ولكنها صدرت من الله، فاستغنى بالله عن كل شيء. هذا هو المعنى الباطني الذي يجب أن يتحقق به العابد حين يعبد الله، والزاهد حين يذهب فيما زهده الله، والعارف فيما عرفه الله، والواصل فيما وصله الله. فإذا رزقك الله الطاعة في الظاهر، أي حل ظاهرك بالشريعة وهي الأحكام الظاهرة التي تحتوي على الأوامر والنواهي، والغنى به عنها أي الاستغناء بالله عما سواه وكل ما سوى الله سوى، سواء ما قدمته أنت أو نفسك أو كل ما حولك أو الأكوان. متى رزقك الطاعة والغنى به عنها؟ الغنى يكون بالله، لا بالعرض ولا بالنفس ولا بما آتاك الله من مواهب، ولكن الغنى يكون بالله، حيث أن كل ما آتاك هو منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فإن استغنيت بالنعمة عن المنعم وكلك لنفسك وأنت ضعيف فلا تصل لشيء، ولكن تفرح بالنعمة لا لكونها صدرت منك، ولكن لكونها صدرت منه إليك فأظهرها عليك، فإن أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق الطاعة ونسبها إليك، والله خلقكم وما تعملون. متى رزقك الطاعة في الظاهر وفي الباطن؟ فقد يكون الطاعة ظاهرا وباطنا، وقد تكون الطاعة ظاهرا فقط دون الباطن. فمتى رزقك الطاعة الظاهرة التي لا تحتاج لباطن، أو الطاعة الظاهرة التي تحتاج لباطن وهو الصدق والإخلاص، فرزقك ذلك مع كمال الاستغناء
بالله عنها، يعني مهما أتقنت الطاعة لا تعجب بها، ولكن أنت تفرح بالله ولا تنظر إليها ولا تتذكرها لانشغالك بنقصك وتقصيرك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سيدنا رسول الله أعبد الخلق أجمعين وهو أعبد من الملائكة المقربين صلى الله عليه وسلم، بالرغم من ذلك يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ويقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأين تذهب عبادتك في عبادة رسول الله الذي اعترف بتقصيره وعجزه، وأنت عبادتك معلولة، فإذا استغنيت بها عنه وكلك إليها وهي ناقصة معلولة فتحرم ثوابه. ولكن إذا أغناك به عنها مع إقامتك فيها هذا هو عين الكمال. ولذا إذا تحققت في هذا بالظاهر والباطن، أي بالطاعة ظاهرا وبالاستغناء عنها باطنا بالله، فقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة بالطاعة الظاهرة وباطنة بالاستغناء به عما سواه. فهمت معنى الحكمة العالية؟ متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. في ناس كثير عباد مشغولين بعبادتهم عن المعبود، وفي كثير من العلماء مشغولين بعلمهم عن المعلوم، وفي كثير من المجاهدين في سبيل الله مشغولين بأنفسهم عن الذي يجاهدون في الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا في الله، وذكر والذين جاهدوا في سبيل الله. في فرق بين المجاهدة في الله والمجاهدة في سبيل الله. ذكر الله سبحانه وتعالى المجاهدة في سبيل الله في معرض القتال، قتال الكفار، وذكر المجاهدة في الله في معرض مخالفة النفس في الوصول إلى الله وتزكيته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من هم المحسنين؟ الذين تحققوا بالإحسان. وما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي أن الجهاد في الله مقصوده مقام الإحسان، ولا تتحقق بالإحسان إلا بالمراقبة، فإذا تحققت في المراقبة فتح لك الباب، فصرت تعبد بعد ذلك معبود بلا دليل، لأنه أصبح هو الدليل والمدلول. أهل المراقبة يعبدونه بعد الدليل والبرهان، وأهل المشاهدة يعبدونه بالمعرفة والعيان بعدما كشف لهم الحجب وعرفهم نفسه بنفسه. لأن الله لا يفتقر إلى دليل، الذي يفتقر لدليل هو أنت الذي تحتاج لدليل لتعرف مولاك، فالمفتقر للدليل أنت. الله أظهر من أن يحتاج لدليل، وفوق الدليل، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، فالمحتاج للدليل أنت. فالذي يعبد الله في مقام المراقبة يعبده بالدليل والبرهان، والذي يعبده في مقام المشاهدة يعبده عبادة المشاهدة والعيان، ولا يفتح لك الباب حتى تمر بالمراقبة، ولا تتدرج من مقام المراقبة إلى تجليات المشاهدة، مشاهدة المعاني الربانية والأسرار الاستفائية، إلا وأن تمر بالمراقبة. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي في حزبه الكبير: نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك. شوف جمال الدعوة. الحزب الكبير ده يعني اقراه مرة، الحزب الكبير للإيه؟ لسيدنا أبو الحسن الشاذلي، مليان علوم توحيد وعلوم آداب في الطريق إلى الله. يعني بتقرأ الحزب، هو عبارة عن مجموعة أدعية بتتعلم منها وانت بتدعي، فدي جملة منها: نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك. هذه المعنى.
الذي رزقك الطاعة سبحانه وتعالى، أي أنك كنت فقير فرزقتها، لم تأتي من قبل نفسك ولكن هي من قبل مولاك لفقرك إياه، لما تحققت بالفقر ظاهرا وباطنا أغناك بالطاعة ظاهرا وباطنا. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقر الخلق إلى الله وأغنى الخلق بالله، فكان يتقلب بين مقام الفقر والغنى، فإذا غلب عليه الفقر إلى الله ربط بطنه بالحجر من شدة الجوع، وإذا غلب عليه مقام الغنى بالله أطعم الجيش الغفير من قليل من الطعام صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معناه: أحب العباد إلى الله الأغنياء الأخفياء الأتقياء. مش الأغنياء يعني اللي عندهم رصيد في البنك، مش هو ده المعنى. الأغنياء بالله، الغنى لا يكون إلا بالله، أما لو كان بغير الله فهو عين الفقر. الغنى عن الشيء لا به إن كان هناك شيء، أما الغنى بالله فهو الغنى الحقيقي. ولذا لما عرضت الجبال تكون في يد نبينا صلى الله عليه وسلم ذهب وتكون في يد غيره تراب فيصير أغنى الخلق. تصور الأرض بما فيها من جبال، إذا وضع يده على أي جبل يصير ذهب في يده هو بس وفي يد غيره تراب، هيبقى فيه بعد كده أغنى منه صلى الله عليه؟ رفض صلى الله عليه وسلم وأبى ذلك. وراودته الجبال الشم، وراودته الجبال الشم من ذهب فأراها أيما شمن، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعد على العصم. عرض عليه هذا الأمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان طريدا من الطائف لا يستطيع أن يدخل مكة، وكان أحيانا لا يجد ما يأكله ليلا، يعني كان في أشد الحاجة من حيث الظاهر. تعرض عليه هذا الأمر، وهذا الأمر معروض من قبل الله عز وجل لا من قبل مخلوق، فلو قبله لا يعاد، من قبل الله عز وجل، فيأبى. ولذا أكدت زهده فيها ضرورته، لأنها لما عرض عليه كان يحتاج، كان في ضرورة، كان محتاج، مش كان مستغني بمفهوم الناس، يعني عنده أرصبة كثيرة وعنده طعام كثير وعنده أموال كثيرة، لا، ده كان ساعتها صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة اللي كانت يعني يتاجر في تجارتها كانت ماتت، وكان كثر عليه حصار المشركين له ولأتباعه صلى الله عليه وسلم، ولا يجد قبيلة تأويه وتنصره لأجل دينه، وكان يمر في المواسم في الحج يطلب أي قبيلة من القبائل تأويه عندها حتى يبلغ دين ربه، فلا يجد قبيلة تقبله صلى الله عليه وسلم، فكان في أشد الحاجة لمثل هذه الأشياء. فرفض صلى الله عليه وسلم وقال: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو كفافا. يبقى ده بقى الغنى الحقيقي، لأنه استغنى عن الدنيا، لأن الدنيا مفتقرة للنبي والنبي لا يفتقر إليه. الدنيا خلقت له وهو خلق للآخرة صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يخلق الدنيا إلا ليعرف ويعبد، ولما كان أعرف الخلق هو رسول الله فكأنه هو مركز مدار الجلال الذي من أجله خلقت الأكوان صلى الله عليه وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلما كان مراد الله من الخلق أجمعين هي العبادة والمعرفة، كما فسر سيدنا عبد الله بن عباس قال: أي ليعرفون، بناء على معنى حديث: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق. ومن أعرف الخلق بالله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن رسول الله هو مركز دائرة الأكوان، هو مراد الله من الأكوان صلى الله عليه وسلم، وجعله النموذج الأعلى الذي به يحتذى، ويدخل العالمون خلفه صلى الله عليه وسلم، فكان هو الأول والآخر. كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث، فلما كان الله أولا بلا بداية وآخرا بلا نهاية خلق مخلوق أول في الخلق وآخر في الخلق في آن واحد،
فتجلى عليه بصفاته سبحانه وتعالى. فكما كان رؤوف رحيم كان كريم وكان جواد وكان جبار على الكفار وكان جبار للمؤمنين أن يجبروا كسرهم، فكان فيه صفات الجلال والجمال، وكان يقف بصفات الجلال يقول لقريش جئتكم بالذبح. وكان صلى الله عليه وسلم مع هذه القوة يخفق قلبه وينهمر الدمع من عينه إذا رأى بكاء صبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جميلا جليلا كما أن الله جميلا جليلا. فالله سبحانه وتعالى جميل جليل بالأصالة، والنبي جميل وجليل بالتجلي صلى الله عليه وسلم. فيقول سيد الخلق: أحب العباد إلى الله الأغنياء الأتقياء الأخفياء. تجدها متوفرة في النبي، هو ده أحب الخلق إلى الله، وكل واحد ياخد منها نصيبه بقى، لكن هي متوفرة بكمالها في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ملكه خفي، ملك سيدنا سليمان ظاهر وملك النبي خفي. أوتي ما أوتي النبيون من قبله صلى الله عليه وسلم وفاقهم، وبالرغم من ذلك إذا نظرت في سيرته تجد أن ملكه كان مخفيا، حتى أنه لما مكنه الله من الجن الذي أراد أن ينفلت عليه فيفسد له صلاته، فقبض عليه صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى أنه شعر ببرد ريقه على كفه الشريف. ثم تذكر بعد ذلك دعوة سيدنا سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاحتراما لهذا النبي وقد مكنه الله من ملك أكثر من ملك سليمان، فأطلق سراحه حتى يبر قسم النبي ودعوة نبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي ملكه خفي، كان يعلم تسبيح الكائنات صلى الله عليه وسلم، كان يعلم تسبيح الكائنات كما كان كما كان يسمع ذلك سيدنا داود. سيدنا داود أوتي مزامير، يعني كان يقرأ الزبور يقال بألحان كثيرة كل يوم في السنة بلحن جديد. شوف انت ساعات تقرأ القرآن تلاقي جاء معاك لحن كده في يوم كده، ربنا يمن عليك لحن كده ما تعرفش تجيبه انت تاني، صح؟ مش ساعات تحصل، وساعات تاني تيجي تقرأ القرآن ما تعرفش تلحنه خالص، ليه هو جاي كده، وساعات تلاقيه تلحن معاك. سيدنا داود كان يقرأ التوراة كل يوم بلحن جديد مع جمال الصوت، حتى أنهم قالوا من جمال صوت سيدنا داود أنها كانت طير يقف في السماء لسماع صوته وهو طائر. وكان لما يجي يبتدي يسبح ويقرأ الزبور، وكان الزبور ده بقى كمية كبيرة، أوراد كبيرة كده، حاجات كده يعني، ربنا يسترها على لساني، فكان ينتهي منها بين المغرب والعشاء كلها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته أجمل من سيدنا داود، أجمل الأصوات على الإطلاق هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل من صوت سيدنا داود. ولذا قال بعض الصحابة: سمعت صورة كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أجمل صوت سمعته به. كثير من الصحابة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن كان الكفار يتسابقوا ويسترقوا من بعض، عايزين يقعدوا يسمعوا طول الليل من جمال حلاوة إلقاء النبي مع جمال طلاوة معاني القرآن وبلاغة ألفاظه وترتيبه. فكان يجتمع البلاغة والجمال كله مع الصوت الحسن الجميل مع الإلقاء الجميل مع الخشوع مع حضور القلب، كل ده. وعلى شكل اللي كان يصلي خلف النبي مهما طول النبي صلى الله عليه وسلم الناس مش حاسه نفسها طايره، لدرجه نفس الصحابه شعروا ذلك وقالوا: يا رسول الله نجلس معك فنشعر اننا يعني في درجه عاليه من الايمان، فاذا تركناك وذهبنا الى الزوجات وتعاملنا مع الاولاد وفي التجاره شعرنا ان قلبنا تغير، هل هذا نفاق يا رسول الله؟
يعني هم نفسهم كانوا مجرد ان يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يرتقى حالهم الى حالة عالية لدرجة ان هم لاحظوا الحكاية دي، يسيبوا النبي لدرجة ان سيدنا ابو بكر كان يتقلب في فراشه بالليل مشتاق عايز الفجر يطلع عشان يشوف النبي، مش مستحمل، مش مستحمل فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لان مجرد النظر اليه يوصل الى الله، فما بالك بعد كده سماعه وسؤاله وحواره والصلاة خلفه وطلب الدعاء ولمس جسده الشريف، كل دي مقامات بقى كبيرة قوي عاشها الصحابة ورأوا ذلك، رأوا علامات النبوة. ولذا كثير ممن أسلم لم يسلم لسماع القرآن، ده أسلم لمجرد رؤية المصطفى. في من الناس كده أول ما شافه قال لا يمكن ده يبقى إلا نبي، هيئته كده ظاهره صلى الله عليه وسلم، رأى فيه النبوة قبل أن يسمع الموحى به. وفي ناس أسلمت بالقرآن، لما سمعت القرآن أسلمت، وفي ناس أسلمت بالنبي بس بظاهر آياته صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي ظاهر خفي في آن واحد، فكان نوره ظاهر للمؤمنين خفي عن الكافرين، فالكافر يرى فيه عتامة البشرية، والمؤمن يرى فيه نور الخصوصية، نور حسي، حتى إن كثير من الصحابة كانوا يروا نورا يخرج من بين ثنايا النبي وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم. يبقى النور ده ما كانش بيشوفه كل واحد، ما هو لو الكفار شافوه ما كانوا أسلموا، لكن ربنا سبحانه وتعالى سبقت كلمة ربك قبل ذلك أن يجعل للجنة أهلها وللنار أهلها فمنهم شقي وسعيد. فالشقي هو الذي يحجب عن رؤية هذه الأنوار فيعيش في الشقاء ويموت شقيا، والذي يريد اصطفاؤه سبحانه وتعالى يريه هذه الأنوار المحمدية، إما على صورة النبي في حال حياته أو في المعاني الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وهو فينا، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى في وجوه محبين النبي، في وجوه أولياء الله الصالحين، ترى بهاء النبي في كلامه، ترى بهاء النبي في القرآن حين يتلى، كل ده تجد أنوار النبي ما زالت تشع على الأكوان، فصار النبي ظاهرا مخفيا في آن واحد. فكأن النبي يصف حاله ويصف حال أتباعه الذين تحققوا بشريعته وتحققوا بحقيقته صلى الله عليه وسلم وساروا على طريقته، فيقول أحب العباد إلى الله الأغنياء، أي الأغنياء بالله، الأخفياء اللي هم مش متكبروا بقى في الخلق ولا يبغوا الشهرة ولكن هم يريدون وجه الله، لا يريدون الشهرة ولا الكلام ولا حديث الناس ولا الحاجات دي كلها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، الأتقياء. تجد أن كل الصفات الثلاثة دي متوفرة، أعلى ما يكون في نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في أتباعه الذين تحققوا بحقائقه صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث آخر ليس الغنى بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس، الغنى الحقيقي أن تقنع بما رزقك الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني معنى ما تتمناش، ما تبصش فلان عنده كذا أنا ليه ما عنديش، وعلان عنده كذا أنا ليه ما عنديش، ده احنا كنا مع بعض في الفصل وتخرجنا من كلية واحدة سنة بسنة، شوف هو بقى عنده ملايين وانا قاعد دلوقتي بشحن، مش مطلوب منك تبص لدي، دي اقدار الله في عباد، اقدار الله في عباد، ومالكش دعوة خالص انت بالمسألة دي، انت المطلوب منك انك انت ترضى بما قسمه الله لك، تكن اغنى الناس ولا تنظر لما في يد الناس فيحبك الناس. يبقى الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، كلام حكمة، حكم عجيبة. الناس متصورة يعني الغنى يبقى ايه،
ممكن يعملوا برنامج في التلفزيون ويستضيفوا 10 أو 20 يبحثوا ما هو الغنى. واحد يقول لك الغنى يبقى عنده مصنع، ده عنده مصنعين، ده عنده مش عارف ايه، ده عنده عمال، ده يقعدوا يتناقشوا طول الليل زي ما مرة عملوا برنامج كده يبحثوا عن القدوة، قعدوا يتكلموا في كل قدوة ممكن تخطر في بالك، من المدرس، من الشيخ، من الأب والأم والرئيس في العمل، كله اتكلموا في كل حاجة حتى الممثلين، وما حدش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غابت عليهم، وكلهم معاهم دكتوراهات وإيه وشهادات قد كده بيشيلها يمكن عربية نص نقل، لكن غاب عليهم ان القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك المشاهير، الفنانين، العلماء، مش قاعدين يتكلموا، كل واحد يقول القدوة من حيث وجهة نظر، وغاب عنهم القدوة الحقيقية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يعملوا برنامج ما هي السعادة، ايه هي السعادة؟ انك انت يعني تاخد كل حاجة عايزها؟ كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. هو ده الطغيان بعينه بقى، دي مش السعادة، ده انت تطغى، اللي خلقك بيقول لك كده، اذا استغنيت تطغى. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، اي اذا رأى نفسه مستغنيا يطغى. فهمت ازاي؟ اي صار مستغنيا بنفسه فطغى، انما اوتيته على علم. ولكن السعادة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم السعادة، احنا بنوفر عليهم برنامج يمكن يعملوه برضه ما هي السعادة، فاحنا بنوفر عليه. السعادة هي الرضا، ان الله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاء اللي هو عكس السعادة في السخط والضجر. يبقى ما هو الشقاء؟ السخط والضجر، طول النهار اوف جاتنا نيلة في حظنا لباب، احنا مش لاقيين نعمل ومش عارف، هو ده الشقاء صحيح. والسعادة في الرضا واليقين. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأكوان وأراد أن يبقى فيها المعاصي وأراد أن يبقى فيها الطاعة، فأنت تسخط على الكفر لمعناه ولا تسخط على الكافرين، بل تشفق عليهم وتدعو لهم لعل الله يهديهم للإسلام، وترى نعمة الله فيك كيف أنه لم يجعلك منهم من هذا الفريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشفق على الكفار، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة يهودي وقف لها صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول الله أتقف لها وهو يهودي؟ قال أليست نفسا؟ انظر للمعاني دي العالية، المعاني الرقية. لو لم يخلق الله الضد ما ظهر ضده، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الكفر وخلق الإيمان سبحانه، ولكن ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا، لسبق مشيئة الله أن يخلق للجنة أهلها وللنار أهلها، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. ولذا الإنسان لا يتجر من شيء، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى متضجرا أبدا، بل كان يرى حزينا على الناس شفقة ورحمة. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم. شوف النبي ريحك، طب هنحطك انت مكان ياسر عرفات، نتفرج عليك هتعمل ايه في الفتن اللي احنا فيها، هنحطك انت مكان حسني مبارك هنشوفك هتعمل ايه مكان الملك فهد. ده ربنا عافاك من هذه السلطة والمسؤولية في هذا الزمن اللي كله محن وفتن، حتى لا تسأل عن السلطة دي يوم القيامة، لأن دي خزي وندامة يوم القيامة إلا لمن أخذها بحقها. ده هم لو يعرفوا مسؤولية المسألة دي لكانوا يهربوا منها. فأنت احمد ربنا يا أخي إن خلاك قاعد هنا في قايد باي، لا أنت مسؤول عن حاجة، هتبقى مسؤول عن نفسك وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم، إن أطعتموني قلبت قلوبهم عليكم بالشفقة والرحمة، وإن عصيتموني
قلبتها عليكم بالظلم. فالله هو الفاعل الحقيقي، كيفما تكون يولى عليكم، لكن لا, لا, لا شك مطلوب في الظاهر أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفي الباطن تكون مشفق على الناس حتى تشفق على فاعل المنكر. يبقى في باطنك تعذره وفي ظاهرك تمنعه، هي دي المطلوب، هي دي أهل الله، هم دول أهل الله، مش بيكرهوا خلق الله. ده ربنا بيجيله القاتل 100 نفس يقول يا رب تبت، ربنا يتوب عليه وهو قاتل 100 نفس مش نفس واحدة، لأن ربنا لطيف بعباده، بهم رؤوف الرحيم، ولو لم يخلق المعصية ما ظهر عز الطاعة، ورب معصية تورث ذل أفضل من معصية من طاعة تورث عز. فهمت؟ طبعا أشد كبير طبعا. ما تغير، وانا بقول لك ما تغيرش، انا قلت لك ما تغيرش، انا معنى كلامي بقول لك خليك بارد. خلينا فكر ان المثل اللي المفروض يعني يدعو الى الجهاد او يحاول يتحد ان اليهود دول، طيب ما يحاولوا يتحدوا، بس اصل ولاة الامور اللي انت بتشوفهم دول، دول جايين بعد مؤامرات اكثر من 1000 سنة على الاسلام. شوف 1000 سنة على الإسلام، لما نشأت أجيال وأجيال. 20 سنة كنا كاتبين يهود معركة حاسمة يعني، المهم مش مشكلتنا. أنت هتغير أقدار الله؟ من قدر الله إن اليهود يعلوا في هذا الزمان لحد ما ينزل المسيح الدجال بتاعهم. ده قدر الله فينا. والمسلمين هون بقى على نفسك. اللي بيموتوا بيستريحوا من الدنيا بيخشوا الجنة. وما عند الله خير للأبرار. فهون على نفسك بقى، بدل ما يعيش في فتن. ايه يعني يا ريت احنا يا اخي نموت في سبيل الله يا اخي، انت مثبت قوي في الدنيا يعني، هو اقصى حاجه يتاثر بها المسلم ان يقتلوه يموت، ده احنا بنقولها في الصلاه يا رب توفنا على مله سيدنا محمد وعلى دين الاسلام، ده احنا بندعيه، اللهم ارزقنا الشهاده، ده احنا بندعيه. وعشان كده هم خايفين من المسلمين، ده المسلمين في هات لي واحد كده على وجه الارض من غير المسلمين بيدعي ان يموت شهيد في سبيل الله، مفيش، ده المسلمين بس هم اللي يحبوا الموت، مفيش حد بيحب الموت ويطلبه وهو ساجد الا المسلمين. وعشان كده الامريكان مرعوبين مننا واليهود مرعوبين مننا، وهم بيعملوا تروس ليه ومتاريس ليه في كل حته، يخشوا القريه من دول يفتحوها يعملوا متاريس ويرجعوا تاني، ايه بعد ما يبنوا المتاريس يرجعوا تاني يتقهقروا ياخدوا يحضنهم تاني استعدادا للحرب الاخيره، لان هم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او وراء جدر، فهم بيعملوا متاريس عشان كده، عشان يستعدوا للحرب اللي جايه، هم عارفين ان هتبقى في حرب بينهم وبين الناس اللي بيحبوا الموت اكثر من حبهم للحياه، اللي هم امه النبي، دي وصفها كده، امه النبي يحبون الموت اكثر من حب الكفار للحياه، ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا. فاحنا اقصى ما هيصيبونا بان يموتوا مننا 1.2 مليون 3 مرحبا بالموت، مرحبا بالموت، لكن دين الله غالب. وعشان كده المؤمن والمسلم تلاقيه ما يقف ولا يزعل، ولا يزعل خالص. ليه بقى؟ لان مرحبا بلقاء الله. سيدنا بلال وهو على فراش الموت بيقول ايه لما سمع بنته ولا مراته بتولول عليه؟ قال لها مرحبا ايه بالاحبه، غدا نلقى محمدا وصحبه. وهو بيلقى ربه على فراش الموت، هي دي حال المسلمين. فانت زعلان ليه يا سيدي؟ خليهم يموتوا المسلمين مرحبا. ده بالعكس، ده هم لما بيموتوا المسلمين بيلهبوا حماسة المسلمين للحرب. شفت انت السنين اللي عاشها الجنود المصريين في حرب الاستنزاف، قاعدين كده بيشوفوا اليهود يغزوهم كل يوم من 67 لحد 73، عملت فيهم حماس لما صدر قرار الحرب، بقى الجندي من دول يمشي يواجه القنابل بإيه؟ بصدره. يبقى ال3 سنين الاستنزاف ولا ال5 سنين حرب الاستنزاف دي ما كانتش شر، انت لما تنظر ليها بالحقيقه ما كانتش شر، ده كانت اعداد نفسي للجنود عشان لما يموتوا يموتوا شهداء مقبلين غير مدبرين، لان لما ربنا اختبرهم في حرب 67 ادبروا ومات كثيرين
والطلقات في ظهرهم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فلما أدبروا سنة 67 ربنا رحمته واسعة بأمة النبي مش عايزهم يموتوا مدبرين، فعمل لهم الانتصار بتاع اليهود ده وخلاهم قاعدين قدامهم ليل نهار علشان يحمسهم ويخرج منهم الجواهر اللي جواهم، علشان لما تقوم الحرب بعد كده ما يموتوش مدبرين، لا يموتوا مقبلين يقوموا ياخدوا الشهادة. يبقى انت لما تنظر في حقائق الامور ترضى بقدر الله، ترضى ب 67 والازمة دي لانها بينت الخيانة اللي كانت موجودة ونوم الناس وان هم غير اهل ان ربنا ينصرهم. وربنا بعد كده اوجد الموقف ده اللي يتفاعل منه الناس وتنفعل معاه القيادة حتى السياسية على مستوى حتى البلاد العربية كلها تنفعل معاه، وتطلع بعد كده اجيال لحد الوقت بيدرسوا ازاي شجاعة الجندي المصري ازاي تمت. دي حاجة كده بتدرس، على مش لاقيين نوعية هذا الجندي تاني في اي جيش تاني، مش عارفين يجيبوها. يجيبوها ازاي؟ ده ترتيب ربك. وعشان كده انت ما تزعلش، الاجيال اللي موجودة لو لم تجد الاطفال بتقتل والنساء بتبقر بطونها ليل نهار هتعيش في ثبات عميق. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحفزهم ويعلمهم، اللي بيموت بيدخل الجنة واللي بيشوف المنظر ده بيغير نيته وبيصلح وبيقبل على لقاء الله عز وجل وهو مقبل غير مدبر. يبقى تجد ان كل المواقف دي بالنظر للحقيقة لحقائق الامور تجدها عين التربية وعين التمهيد للحرب الأخيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبيد فيها اليهود. فهم؟ بس فانت شغل نفسك بيه بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.